تطمينات أكتر بقى على حالة الطقس ونصائح للمواطنين في شم النسيم بينضم لنا هاتفيا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أهلا بك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك أستاذ هشام وكل السادة المشاهدين، كل سنة وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بألف خير. وحضرتك بألف خير، اللهم أمين جميعا يا رب. النهاردة عايز أعرف من حضرتك كده سيناريو للاحتفال في إطار درجات الحرارة اللي هي حضراتكم أعلنتوها صباح اليوم، وإزاي ممكن الناس تتحرك وتتنقل وتسافر وتيجي، وأهم المحاذير بالنسبة له. هو طبعا بالنسبة للأجواء دي في ارتفاع عن الحد بحوالي 3-4 درجات، بس الأجواء مستقرة، هدوء في سرعات الرياح، الرؤية واضحة على أغلب الطرق المؤدية إلى سواحلنا الشمالية أو محافظات الوجه البحري أو حتى جنوب البلاد، تسمح بحركة السفر على مدار اليوم كله، سواء المتوجهين إلى المصايف طبعا سواحلنا الشمالية، كل الشواطئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر. درجات الحرارة فيهم زي ما حضرتك ما ذكرت معتدلة جدا، تتراوح درجات الحرارة هناك من 25 ل 26 درجة بعد ما ارتفعت امبارح ووصلت إلى 30 و 32 درجة كمان. طبعا الجو النهاردة جميل جدا وممتع جدا على كل الشواطئ. أيضا الحدائق والمتنزهات في محافظات الوجه البحري والقاهرة، هدوء الرياح طبعا ده مخلي الجو إلى حد كبير ممتع. التعرض بس لأشعة الشمس فترة طويلة هو ده اللي بنحذر منه بقدر الإمكان، نكون مرتدين غطاء واقي للرأس ولا حاجة، أو قاعدين في مناطق ظليلة بقدر الإمكان للاستمتاع بهذه الأعياد وبالجو الممتع اللي موجود النهاردة. بخلاف كده احنا بنقول بس طبعا الوجبات بقى الحامية بتاعت النهاردة واللي فيها نسبة أملاح كبيرة ومع ارتفاع درجات الحرارة بقدر الإمكان نتناول معدلات متزايدة شوية من المية، نشرب مية بقدر الإمكان على قد ما نقدر، فواكه خضروات الحاجات دي طبعا عشان الأجواء مختلفة عن اللي احنا كنا متعودين عليه الفترة اللي فاتت. يعني الأمور كلها مهيئة إن شاء الله دكتور محمود إن الناس تحتفل وتخرج وتتفسح ومفيش أي مشكلة، لكن بس حضرتك بتحضر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة بس، مفيش بعد كده أي مشاكل إن شاء الله؟ لا لا الحمد لله الجو ممتع جدا ومستقر إن شاء الله. الارتفاعات هتتوالى خلال الأيام الجاية ولا هتستقر عند المعدلات اللي احنا فيها؟ لا هتعلى بقى، بكره هتبدا هتعلى عن النهارده حوالي درجتين ثلاثة بكره وتبلغ ذروه الارتفاع ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس، وبعد بعد كده الجمعه تنكسر بقى الموجه. يوم الجمعه هي دي موجه يا دكتور محمود ولا ده طبيعي؟ موجه حاره طبعا. لا موجه حاره طبعا. يوم الجمعه ان شاء الله هناخد بقى كتله هوائيه قادمه من شمال اوروبا، من اوروبا طبعا، فطبعا بيكون الجو من جنوب اوروبا ممتع جدا، وهترجع درجات الحراره حول المعدل بتاعنا، مش هنبقى في انخفاضات شديده ولا حاجه، بس هنرجع للجو بتاعنا 29-28 المعدلات اللي هي الدرجات المعتاده يعني المعدل بتاعنا ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور محمود وكل سنه وحضرتك طيب. دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه كنت معانا هاتفيا.